الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم على قناة الفتح ومع برامجنا على جامعة آل مصطفى رحمه الله وسائر موتى المسلمين. فلا نزال نمشي في موضوعنا ودرسنا مع مفردات القرآن الكريم، مع مفردات القرآن الكريم. وفي هذا اللقاء نلتقي أو يصل دور حديثنا إلى الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة التي سنتناول معناها إن شاء الله في القرآن، ألا وهي الأمة. كلمة الأمة في القرآن، أصل الأمة الصنف، أصل الأمة الصنف، الصنف من الناس والجماعة. إذن أصل الأمة الصنف من الناس أو الجماعة. نرى هذا في قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة. سورة البقرة آية 213، بقرة 213، أي صنفا واحدا، صنفا واحدا في الضلال والكفر. إذن كان الناس صنفا واحدا في الكفر، فبعث الله نبيين بشيرين ومنذرين، فبعث الله النبيين بشيرين ومنذرين. وقوله عز وجل أيضا: إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن الأنعام 128، إذن إلا أمم أمثالكم، أي أصناف، أي أصناف، أي أصناف. إذن وكل صنف من الدواب والطير، كل صنف من الدواب والطير مثل بني آدم، مثل بني آدم في المعرفة بالله، في المعرفة، في المعرفة بالله وطلب الغذاء، وطلب الغذاء وتوقي المكارح والتماس الذرية، والتماس الذرية. إذن فكل الدواب والطير مثل بني آدم في المعرفة بالله، في المعرفة بالله وطلب الرزق، طلب الرزق،
توقي المكاره، توقي المكاره والتماس النشء والتماس الذرية. فإذا إلا أمم، إلا أمم، إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. إذن فهذا هو المعنى الأصل للأمة بمعنى الصنف، معنى الأصل للأمة الصنف. وبعد هذا المعنى وتسير الأمة إلى معان، تسير الأمة إلى معان. إذن فالأول الأمة ترد بمعنى حين، الأمة ترد في القرآن وتعني حين كقوله عز وجل وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة يوسف 45، وادكر بعد أمة يوسف 45 أي بعد حين. بعد أمة هنا أي بعدها، أي بعد حين. وقوله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة هود آية 8. إذن إلى أمة معدودة أي إلى حين، حين أي حين سنين معدودة، حين إلى أمة مع إلى حين أي سنين معدودة، سنين معدودة. وكأن الأمة من الناس القرن، وكأن الأمة من الناس القرن أي كأن أمرا مجموعة من الناس قرن ينقرضون بعد هذا القرن، يموتون وينقرض عصرهم بعد القرن. إذن كأن الأمة من الناس القرن، القرن عمرهم مدة حياتهم، ينقرضون بعد حين، ينقرضون بعد حين. فتقام الأمة مقام الحين، فتقام الأمة مقام الحين، تقام الأمة مقام الحين. إذن كان مدة حياتهم أقيم مقامهم حين وبعد حين. نعم فتقام الأمة مقام الحين، هذا هو المعنى الأول بعد المعنى الأصل للأمة. وترد كلمة الأمة ترد في القرآن ويراد بها الإمام والرباني، الإمام والرباني، يعني الأمة ترد في القرآن ويراد بها الإمام والرباني. نجد هذا في قوله عز وجل في سورة النحل 120، قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، إن إبراهيم كان أمة
قانتا لله حنيفا. نعم، أي كان إماما يقتدي به الناس، أي إماما يقتدي به الناس. إذن فسمي إبراهيم إماما أمة لكونه إماما يقتدي به الناس. نعم، وقد يجوز أنه سمي أمة أيضا لأنه اجتمع عنده من خلال الخير من صفات الخير ما يكون مثله في الأمة. صفات الخير لتنوعها وكثرتها التي توجد في أمة توفرت في إبراهيم وحده. نعم، من ثم فسمي أمة لأنه أي سمي إبراهيم في هذه الآية أمة لأنه اجتمع عنده من صفات الخير والبر ما يكون في الأمة ما يكون في أمة في أمة. ومن هذا يقال فلان أمة، من هذا يقال فلان أمة، أي يقوم مقام أمة، هي يقوم وحده يقوم وحده مقام أمة. نعم، ثالثا، وأمة كلمة أمة ترد في القرآن الكريم ويراد بها أيضا جماعة العلماء، جماعة العلماء، جماعة العلماء. قال تعالى في سورة آل عمران آية 104: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، أي جماعة من العلماء، جماعة من العلماء وجماعة من الدعاة، جماعة من العلماء وجماعة من الدعاة. إذن فهذا هو معنى ثالث لكلمة أمة. كذلك الآن المعنى الرابع، كلمة أمة ترد في القرآن ويراد بها الدين. الدين نجد هذا المعنى في سورة الزخرف، في سورة الزخرف آية 22-23 عند قوله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، أي على دين. فالأمة معناه هنا الدين. ويقول النبغة في هذا: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وهل يأثم ذو أمة وهو طائع؟ حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وهل يأثم ذو أمة وهو طائع؟ أي ذو دين. قوله ذو أمة هنا أي ذو دين، ذو دين. بعد هذا يقول: والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد أمة. فالأصل أنا يقال لقوم يجتمعون على دين واحد أمة.
فتقام الأمة مقام الدين، فتقام الأمة مقام الدين. ولهذا قيل للمسلمين، لهذا المعنى قيل للمسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم على أمر واحد، لأنهم على أمر واحد. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، المؤمنون آية 52، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي مجتمعة على دين وشريعة، أي مجتمعة على دين وشريعة، على دين وشريعة. وقال أيضا في سورة النحل آية 93 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، نعم على الإسلام، ولو شاء لجمعكم وجعلكم أمة لجعلكم أمة واحدة على الإسلام. إذن فهذه هي بعض المعاني التي تأتي على أمة، على أمة من الأصل اللي هو الصنف، بعد ذلك يتفرع منه حين حين، وكذلك الإمام رباني، وكذلك الدين وغير ذلك. وبهذا القدر نقتفي، وإلى أن نلتقي بكم قريبا مع كلمة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.